Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selamu ala Resulullah. Ve ba'd ebnai talbeti ve talbeti saffil evvel el-i'dadi. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nükmülü l-yum el-vahde el-thaniye. It's my favorite subject. Ve معنا كتاب bit by bit ve kitab الوزارة ايضا معنا. نبتدي بالكلمات الصعبة ان شاء الله. كلمات الصعبة هي transport وسائل النقل transport كانوا يعني قارب خفيف كانوا snowmobile يعني زحافة الجليد snowmobile train يعني قطار train قطار shirt يعني قميص notebook يعني كراسة journey يعني رحلة طويلة wear يعني يرتدي أو يلبس arrive at يصل إلى مكان صغير يعني arrive at airport favorite يعني مفضل بعد كده bike يعني دراجة bike form يعني شكل أو نموذج أو تشكيل village يعني قرية healthy بصحة أو صحة jacket important on time في الوقت المحدد أو الوقت المضبوط on time arrive in يصل المكان كبير arrive in Cairo arrive in Alexandria مكان كبير arrive in have a shower يأخذ shower يعني يأخذ دش cycle يركب دراجة cycle boat يعني قارب sheep يعني رخيص motor bike يعني موتوسيكل أو دراجة بخارية motor bike uniform يعني زي follow يتبع أو يتتبع funny مضحك أو مسلي subject مادة bad at سيء في تعال ننتقل إلى كتاب bit by bit page 70-71 page 70 هناخد برضو تمارين على الكلمات اللي هناخدناها دي page 70 تعالوا ناخد التمارين page 70 number one بيقول لي كانوا buses and bikes are form of طبعا transport الإجابة الصح transport space is a long light boat يعني هو قارب خفيف اللي هو الكانو did you travel on your space No, there wasn't any snow outside. ما فيش أي ثلج. يبقى هل تقدر تسافر بالسنو موبايل بالزحافة يعني بالزحافة الجليد؟ قالوا لا لأن ما فيش ثلج. The children got on their bikes. When we visited Europe, snow was falling. التلج كان بينزل من السماء. Some children in Egypt space to school. Some children in Egypt cycle to school. بعد كده ننتقل إلى page 71 صفحة 71. صفحة 71. ويقول لي choose the correct answer طبعا. He goes to school by bike. He likes طبعا he likes cycling. يحب ركوب الدراجة. Student always wear their school uniform زي المدرسة الموحة I always put my pencils in my pencils case في شنطة القلامة Can you space to school today? Can you cycle to school today? انت رحت المدرسة راكب دراجة إذا كانوا take the student to school and home again A space is a form of transport نوع من الترانسبورت اللي هو
snowmobile الزحف الجليد يعني. Some children in Uganda usually cross the river in a canoe. بيستخدموا القارب الخفيف ده. We never say unkind things to other. ما نقولش كلام وحش للناس أو للطلبة الآخرين. He arrived at space Alexandria Airport. طالما قال Alexandria Airport يبقى at. لأن مطار اسكندرية خفيف صغير. لكن لو قال Alexandria بس in. Student should follow the school rules. طلبة لازم تتبع قواعد المدرسة. School rules. It is not to cycle to school. It is healthy to cycle to school. يعني من الصحة أنك تروح المدرسة راكب الدراجة. The trains are slow but the buses are quick. أسرع. ننتقل إلى صفحة اللي هي page 72 صفحة 72. في 72 هنا بيشرح حاجة اسمها البوسيسيف اس ابوستروف اس واستخدام امتى نستخدم الابوستروف اس. ركز معايا بقى. تستخدم الابوستروف اس للتعبير عن الملك. يعني اقول it is Ali's room. انها حجرة علي. او it is Ali's car او عربية. يعني يبقى ابوستروف اس للملكية ملكه. it is Ali's car عربية كار عربية علي. the dog's tail ذيل الكلب. the dog's tail يعني ديله هو is long. يبقى دي الملكية سواء انسان او حيوان. بعد كده إذا كان الملك اسم جامع غير منتظم ولا ينتهي بس. يعني the children مثلا هو جامع بس مش منتهي بس. لما أقول the children's books أضيف لها الكتب. يعني الكتب بتاعت الطلبة أحطها بستر فيها is the children's books. يبقى إذا كان الاسم جامع ولا ينتهي بس أحط له أبستر في اس. مثلا the men رجال. the men's clothes are clean. ملابس الرجال نظيفة. تمام. children women man men person people. طبعا الجمع اللي هو غير منتظم. وبعد كده بيقول بعض الاسماء المفردة تشير للوقت. يعني مثلا we will do our homework in an hour's time. في وقت الساعة في مسافة ساعة او وقت ساعة. A week's today is good for you. A week's to holiday, أجازة الأسبوع is good for you. تستخدم apostrophe s فقط للتعبير عن كيف الحالات اللي إذا كان الملك اسم جمع منتهي بإس. يعني إذا كان هو منتهي بإس كجمع girls يبقى ما أحطش apostrophe s. أحط apostrophe فوق الإس أحط apostrophe. The boys منتهي بإس يبقى ما أقولش apostrophe s تاني. لا الابوستروف تحط فوق اللي هي الاس اللي موجوده اصلا. the boys bags were lost. بعض الاسماء الجامعه تشير للوقت. we finished the text in 2 hours time. برضو هنا hours جامع برضو حط ابوستروف فوق الاس. a 3 weeks برضو weeks معناها اسابيع جامع حطوا ابوستروف ما فيش اس ابوستروف بس. تمام. تستخدم الابوستروف اس اذا كان الملك اسم مفرد منتهي باس. يعني مثلا جونز اسمه جونز منتهي باس ما هو مفرد بس هنا في الحاله دي احط ابوستروف اس لانه مش جامع هو اسمه مفرد. اذا كان الملك اسم مفرد منتهي باس يعني هنا خيرني بين اثنين بين احط ابوستروف اس او احط ابوستروف بس. طيب إذا كان من يملك الشيء أكثر من شيء نضيف إس. يعني سلمة خلي بالك من الجملة دي. سلمة and Dina's father is a teacher. يعني أبو سلمة وأبو دينا ماله معلم. تمام. أما هنا بيقول إيه سلمة's and Dina's fathers are teacher. يبقى التنين مش إخوات بقى هنا بقى.
سلمز أبسطروف إس ودينز أبسطروف فاضر آباؤهم أردتش المعلمين. يبقى كده هم مش يعني أن أباهم معلمون بس لكن هم مش أخوة. هوز بوك الزاد ده للسؤال عن الملكية. تعالوا ناخد تمارين على اللي خدناه دلوقتي ده ونطبقه في بيج 73. يلا نجاوب. نمبر 1 choose the correct answer. Where are the space box they talk them outside? Where are the pupils box? ليه هنا بقى الاسم جمع فنحطه أبسطرو ما نحطش أبسطرو في اس أبسطرو بس لأنه هو جمع أصلا. That is not the children's notebook. It is the teacher's بتاعة المعلم. The names are Minna and Suha. The girls apostrophe the girls apostrophe بس لأنه مجمع. That car is mine and that one over there is حسام's apostrophe بتاعة حسام. Space car is this it is my father's بتاعة أبويا. يبقى أسأل بهوز. Tamir finished his homework in an hour's time في ساعة. بعد كده بيقول لي read and correct underline what جاوب الكلمة صح الكلمة تحت خط. I couldn't find the boys toys. طبعا هنا هحط هشيل الأبسطروف دي وحط الاس وبقى وراها ايه أبسطروف تبقى boys بويز كده وفوقيها أبسطروف. تامر بوتس يبقى تامر بوت. You mustn't take people's B-E-O-P-L-E أبسطروف S people's things أشياء الناس. The girl's name is نوها يبقى هنا مفرد هي اسمها نوها واحدة يبقى girls G-I-R-L أبسطروف إس لأنها بنت واحد. بعد كده choose the correct answer. This is the room they always have rest there. This is teacher's room حجرة المعلمين. Space box are these whose books is this لمن هذه الكتب. My favorite food is pizza. They get three every week. يبقى my brothers جامع. انتقل الى الصفحة اللي هي بيج 74. These are the boys football shirt. انا جاوب على طول عشان الوقت. That is not Mr. Abdulaziz's ball. It is children's ball. كرة الاطفال. Your cat's tail is very long. Mother is a nurse. يبقى أولى and Layla's mother. يعني أم التنين بقى. The WC is next to the library. The men's WC. يعني حجرة اللي هي الحمامات يعني. Read and correct. نصحح. This is Alice's phone. Alice's phone. Alice the bent. ولا أليس أليس فون it is new يبقى ألي يبقى ده ولد ألي أبسطروف إس أبسطروف إس. These are my sister's shoes. Her name is هدى بنت واحدة her name يبقى sister's أبسطروف إس. هو بنسل طبعا هوز على طول هوز بنسل. I took my friend book with me. My friend is F-R-I-E-N-D apostrophe S. I spent 7 days holiday in Aswan. يبقى days D-A-Y-S وبعدها apostrophe. هذه كده بيقول لي write a paragraph of about 80 words. اكتب paragraph من 80 كلمة.
طبعا عن ايه؟ بيقول عن your day، يومك من اول ما تصحى لغايه ما تنام. يقول I get up at 6، يعني مبدئيا طبعا هي عايزه فيديو لوحدها ان شاء الله. نبتدي نسيب حاجه اسمها indent، يعني مسافه فارغه بين اول سطر، بعد كده نبتدي باول حرف كابيتال. I get up at 6 o'clock in the morning. شوف بعد morning عملت ايه؟ حطيت فول ستوب. بديت جمله جديده، I برضو كابيتال. I wash my face and eat my breakfast with my parents. حطيت full stop. جملة جديدة. I go to school at 7:30. برضو full stop. بعد كده. I arrived at my school at 7:35. برضو full stop. I meet my friend, my friends in our school. My favorite subject is English and science. We have a break at 10:15. We finished school at 12 o'clock. I have my lunch at 1 o'clock. In the afternoon, we go to the club to play football with our friends. In the evening, we watch football match on TV. يعني دي مثال على موضوع التعبير. إن شاء الله نلقاكم قريبا. نتمنى اشتراك في القناة عشان كل فيديو أنزله هيوصل لك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.